الرئيس السيسي يستقبل رئيس البنك الدولي بواشنطن ويؤكد اهتمامه بالتشاور مع قياداته لدعم جهود الحفاظ على مسار التنمية الشاملة بمصر. تونس ستنتخب غدا برلمانها وتقترب من آخر خطواتها في مسار خارطة الطريق. ردا على العقوبات الغربية، الكرملين يتوعد برد نهائي على قرار وضع سقف لأسعار النفط، ويؤكد أنه يقوض المصالح الأوروبية قبل الروسية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك وامتدادا للشراكة المثمرة بين الجانبين، خاصة في ضوء الأزمات الدولية المتعاقبة التي يتعرض لها العالم وتبعاتها على كافة الحكومات لا سيما من الدول الناشئة. خلال استقباله رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن، أكد الرئيس السيسي أن التعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية بمصر للحفاظ على مسار التنمية الشاملة الذي تسلكه الدولة بكافة محاوره الاقتصادية والاجتماعية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأمنين الغذائي والمائي، وأن مصر تنظر لهما باعتبارهما رابطا وأمنا قوميا، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك في الموارد المائية، وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن. كما شدد الرئيس السيسي خلال كلمته بجلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية ضمن أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، شدد على ضرورة مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات الدول لا سيما الدين الخارجي. وأضاف الرئيس السيسي أن التقارير الدولية تشير إلى أن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الإحصاءات الدولية تضع العالم أمام مسؤولياته، حيث تشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائي حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022، بزيادة تصل إلى 150 مليونا عن عام 2019، لافتا إلى أن إفريقيا تعد مصدرا لما يزيد عن ثلث هذا الرقم. We'll be right back.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم وتذليل كافة العقبات أمامهم، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في واشنطن في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، بحضور رؤساء ومديري العديد من كبرى الشركات الأمريكية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع ممثلي قطاع الأعمال الأمريكي الحاضرين، والذين أبدوا اهتماماً بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، معربا سيادته عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من واشنطن موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، هل لك أن تضعنا في تفاصيل لقاء السيد الرئيس مع رئيس البنك الدولي وجدول أعمال السيد الرئيس خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة؟ تحياتي إليك ريهام. هذا اللقاء الذي بدأ منذ نحو النصف ساعة لا يزال مستمرا حتى الآن، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته الذي لا يبعد قليلا عن هنا بضعة أمتار قليلة ربما يبدو في خلفية الصورة. استقبل السيد الرئيس بمقر إقامته رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لقاء مطول لا يزال مستمرا حتى الآن. من المنتظر وحسب ما صدر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هناك تبادلا للرؤى حيال المستجدات التي طرأت على العالم من تحديات اقتصادية فرضت على الأسواق الناشئة والدول النامية مزيد من التعاون بين البنك الدولي وبين هذه الدول، ومن بينها مصر. مصر قدمت الكثير والكثير من الخطط الاقتصادية لتقليل حدة هذه التأثيرات السلبية، سواء فيما يتعلق بجائحة كورونا وما بعد كورونا، أو فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما لقى إشادة من جانب السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وأعرب لسيادة الرئيس عن تطلعه لمواصلة العمل مع الدولة المصرية تقليل حدة هذه التأثيرات والتبعات على عدد كبير من الاقتصادات الناشئة. أيضا السيد الرئيس أعرب عن شكره لدعم البنك الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتطلع سيادته إلى مواصلة هذه الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالبنك الدولي كأحد أهم شركاء التنمية في مصر. خلال ذلك من المنتظر أن يواصل السيد الرئيس نشاطه في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد انتهاء مشاركة سيادته في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية التي انتهت مساء أمس بتقديم وطرح خارطة تعاون جديد ترسم ملامح المستقبل لشراكة استراتيجية بين القارة الأفريقية من جانب وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، يكون ركيزتها الأساسية التعاون الاقتصادي وأيضا جهود دفع جهود التنمية اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا حتى عام 2063. مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقت تأثيرا إيجابيا في مخرجات هذه القمة، خاصة في كلمة سيادتي التي ألقاها أمس أمام المنتدى الخاص بالأمن الغذائي ورفع كفاءة النظم الغذائية في القارة الإفريقية اتصالا بالتأثيرات العالمية لعدد من التحديات. وأيضا من المنتظر أن تحمل مخرجات هذه القمة وتوصيات هذه القمة عدد كبير من ثوابت السياسة الخارجية المصرية في التعامل مع هذه التحديات. السيد الرئيس كما تابعنا قدم النموذج المصري للدولة المصرية في التعافي من عدد من هذه التأثيرات والتحديات، كان من بينها التعافي من جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية، وأيضا التعافي والخروج
بأقل الأضرار الممكنة من التأثيرات السلبية لأزمة انقطاع سلاسل إمداد الغذاء عالميا كأحد أهم التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. هناك إشادة أيضا من الجانب الأمريكي بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدثه باسم القارة الإفريقية في عدد من المحافل والفعاليات التي شارك فيها سيادته. لازلنا في متابعة مستمرة لمواصلة متابعة نشاط السيد الرئيس في لقاءاته الثنائية التي من المنتظر أن تجمعه مع عدد آخر من أقطاب الإدارة الأمريكية أو عدد آخر من المسؤولين المؤثرين في مجتمع المال والأعمال في العاصمة واشنطن. نعم ريهام، أشكرك جزيل الشكر موفد التلفزيون المصري علاء رشوان، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية. وعلى هامش فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. كما استقبل الرئيس السيسي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور لينسي جراهام معربا عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة الممتدة عبر عقود بين البلدين. وخلال استقباله قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين. على هامش مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى سيادته برئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي. اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي برئاسة السيد محمد المنفي لتهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني لتفعيل إرادة واختيار الشعب الليبي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينسي جراهام بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي رحب بزيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومعربا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. أكد السيد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة في تاريخ المنطقة وسيغير تماما من واقعها المتأزم لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي. هذا وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش أعمال قمة القادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. خلال هذا اللقاء تصافح الرئيسان السيسي وبايدن بحرارة بالغة وتبادلا الأحاديث الودية. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، كيف تابعت مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الأمريكية الإفريقية وما شهدته زيارته لواشنطن من لقاءات على هامش انعقادها؟ أهلا بك أفندم وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا قمة مهمة وبتعكس أن هناك رغبة من قبل الرئيس السيسي للعمل على وضع خارطة طريق للعلاقات الأمريكية الأفريقية، على اعتبار أن مصر هي البوابة الرئيسية للقارة الأفريقية، وعلى اعتبار أن مصر ومنذ تولي الرئيس السيسي سدة في الحكم في العام 2014 دأبت على وضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والعمل على تحقيق أكبر الاستفادة الممكنة للقارة الأفريقية سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي،
وده شاهدناه في من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019 وتوقيع الإطار التنفيذي للاتفاقية القارية الحرة اللي بتخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة وبحجم استثمارات يتخطى 3.4 تريليون دولار. وبالتالي تسعى الدولة المصرية إلى تعظيم العمل العربي الأفريقي الأمريكي، على اعتبار أن الدولة المصرية هي دولة محورية تحوز على ثقة العرب، وأيضا دولة شرق أوسطية لما لها من ثقل كبير، وهي في الأساس قلب القارة الأفريقية. وبالتالي الدولة المصرية من خلال علاقتها الجيدة مع الإدارة الأمريكية التي شهدت تطور كبير في العقود الثلاثة الأخيرة في كافة المجالات سواء سياسيا أو عسكريا، وده اللي شهدناه من حجم الزيارات التي تمت بين الرئيس السيسي في أمريكا وبين الكثير من القوى الفاعلة في الداخل الأمريكي التي تؤكد على أن الدولة المصرية منفتحة على صناع القرار داخل الدولة الأمريكية. زيارة مهمة مع وزير الخارجية الأمريكي وأيضا لويد أوستن وزير يعني هناك الدفاع، الكثير مهمة من للبنتاغون، ثم بعد ذلك لقاء مع قادة المنظمات اليهودية ولم ينسى سيادته القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية. صحيح. وأيضا زيارة مع رئيس البنك الدولي وغيرها من الزيارات الهامة التي تعكس أن الدولة المصرية مدركة لما تقوم به من أنها داعمة للاستقرار في منطقة مهمة وفي قارة مهمة وهي القارة الأفريقية. طب دكتور حامد، كيف قرأت تأكيدات الرئيس السيسي بشأن الارتباط الوثيق بين الأمنين الغذائي والمائي والتجديد على اعتبارهما أمنا قوميا؟ يعني قولا واحدا، لا يمكن فصل الأمن القومي المائي عن الأمن القومي لأي دولة، على اعتبار أن الدولة المصرية ومن خلال دورها الريادي والمحوري وسياستها الحكيمة والرشيدة التي تتعامل بها مع الأزمات التي تمر بها دائما وأبدا ما تضع نصب أعينها أن هناك رؤية حقيقية لإيجاد طرق سلمية لحل الأزمات وعدم تصعيدها لما لا يحمد عقباه. وبالتالي الدولة المصرية تسعى وبشكل كبير إلى إيجاد حلول سلمية فيما يخص القضية الهامة التي تمثل يعني رؤية حقيقية للدولة المصرية من خلال إيجاد اتفاق قانوني ملزم وعادل ما بين الدول الثلاث، مصر والسودان وأثيوبيا. وأيضا ليس قضية سد النهضة فقط، على اعتبار أن القارة الأفريقية تعاني الكثير من التصحر، وهو ما شاهدناه من خلال استضافة مصر لقدس 27 وكيف كانت الدولة المصرية ملمة ومدركة لخطورة هذه القضية. وده اللي أشار إليه الرئيس السيسي في كلماته في سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد عليه الرئيس بايدن والرئيس السيسي في قمة المناخ، على اعتبار أن هذا المحفل الدولي الذي شارك به أكثر من 120 دولة يؤكد على أن الدولة المصرية لا تترك محفل دولي لعرض القضايا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا هاتفيا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة السادسة. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين. كما تشارك منظومة أمان بطرح سلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. فعاليات مبادرة كلنا واحد مستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري. فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية المشاركة فيها والشوادر على مستوى الجمهورية. الشوادر موجود فيها كل حاجة، كل المستلزمات، من أدوات مدرسية، من سلع أساسية، من أجهزة كهربائية، فيعني تقريبا كل اللي هيحتاجه المواطن هيبقى موجود. أنا جيت هنا المبادرة كلنا واحد جميلة جدا، وجيت فيت لها السكر والرز بكميات كتيرة والزيت، والأسعار كويسة جدا،
عن الأسعار بره بكتير. هذه المرحلة تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية لأفرعها التي يصل عددها إلى 1051 فرعاً على مستوى الجمهورية، فضلاً عن 4 شوادر أقامتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وهو ما يسهم في إتاحة وفرة كبيرة من المعروض من السلع بالتخفيضات المعلنة وبجودة عالية أشاد بها المواطنون. وجميع المنافذ والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنوفر كل السلع الاستراتيجية اللي موجودة من زيت وسكر ورز، وسعداء إن احنا بنشترك في المبادرة دي، وبنعرض جميع المنتجات وكميات كبيرة جدا لكل المواطنين. أي حد عايز أي بضاعة بأي كمية هيلاقيها في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 60%. كل السلع متوفرة وكل الحاجة موجودة، وكل واحد بياخد له يكفيه زيادة كمان. الناس بتتكلم على الرز والسكر والحاجات دي كلها، ولقيتها متوفرة بكميات وبأسعار منخفضة جدا. الحمد لله كله متوفر، الزيت والشاي والرز والسكر والدقيق برضو. لقيت إن الحاجات هنا متوفرة بكميات كبيرة وسلع كويسة جدا. وانا حابه اشكر جدا سياده الرئيس ووزاره الداخليه على كل الحاجات المتوفره لينا. ولمزيد من تحقيق استفاده كبيره للمواطنين من تخفيضات كلنا واحد، وجهت الوزاره سيارات محمله بسلع غذائيه متنوعه لبيعها للمواطنين بالميادين والشوارع والمناطق الاكثر احتياجا باسعار مخفضه. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. أنا كنت معدي في الشارع صدفة كده، لقيت عربيات في مبادرة كلنا واحد فيها زيت وسكر ومكرونة وسمنة ولحمة، وأسعار أحسن من بره كتير يعني. مبادرة كلنا واحد موفرة كل السلع موجودة في كل مكان، وكل حاجة متوفرة، والزيت 21 جنيه، والحاجات كتيرة والحاجات متوفرة كده. المبادرة دي كويسة جدا جدا جدا، وكده يعتبر الأسعار نزلت. بينما تواصل منظومة أمان توفير السلع الغذائية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعة لها على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، إسهاما منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وجميع منافذ منظومة أمان موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. كما تقوم منظومة أمان بتوفير سلع غذائية بأسعار رمزية للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. كلنا واحد هي الترجمة الواقعية لمعنى تحقيق التكافل مع المواطنين، وهي انعكاس للرغبة الحقيقية لوزارة الداخلية في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم مهما كانت التحديات والمتغيرات. هكذا تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد مع مد فعالياتها حتى نهاية الشهر الجاري. المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل تداعيات دولية تؤثر على أسعار السلع المختلفة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 729 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 796 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 70 طنا، كما تم ضبط أكثر من 663 طنا في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 53 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 958 قضية، من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و200 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الإسماعيلية حوارا وطنيا موسعا حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر جرائم العنف وتبريرها. شارك في هذا الحوار جميع طوائف الشعب متمثلة في الأزهر الشريف والكنيسة ورجال وسيدات وشباب المجتمع المدني وجميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة. وتحدث أمين محافظة الإسماعيلية بحزب حماة الوطن عبد الحليم عزوز عن العنف ضد المرأة وعن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيعه ونشر أشكال مستحدثة منه. النهارده يمكن احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، قد يكون موضوع الساعه يعني بدون مبالغه، وهو فكره انتشار العنف ضد المراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفكره مساهمه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر النوع ده من العنف. اتكلمنا الحقيقه الندوه حاولت تغطي يعني كافه الجوانب، اتكلمنا من الناحيه الاجتماعيه، الناحيه النفسيه، اتكلمنا ايضا من الناحيه الدينيه، اتكلمنا من الناحيه التشريعيه ايضا كمان. الحوار الوطني النهاردة بيدور في هذا الحفل العظيم أو المبادرة العظيمة اللي بتقوم بيها حزب حماة الوطن بالإسماعيلية حول دور التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عامة في العنف ومبرراته. لو تحدثنا عن العنف بداية، هو تمكين قوة بدنية، المفهوم العام تمكين قوة بدنية من إضرار شخص معين أو هدف معين. الإضرار ده ممكن يكون إيذاء نفسي أو إيذاء جسدي، ومن هذا المنطلق بيكون العنف نوعين، نوع بدني ونوع نفسي. بيعود هذا العنف على المواطن أو الشخص اللي بتتمكن منه هذا الإضرار، بيعود عليه بجانب سلبي. أما العنف الإلكتروني فأنت بتواجهي شخصية وهمية افتراضية أنت لا تعلمي عنها أي شيء ولا تملكي تدافعي عن نفسك، بل بالعكس لو نشر بوست على الفيسبوك أو على تويتر بتقري كومنتات رهيبة وأنت مش قادرة تدافعي، مش قادرة تقولي إذا كان يعني أنت كل هتقول إن الكلام ده غلط. هو الحوار الوطني زي ما احنا عارفين كلنا ان هو ده اطلاقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهميته ان هو بيعمل مشاركه اجتماعيه وبيعرف منه المجتمع عايز ايه، وبناء عليه بيخش في نطاق التشريعات اللي بتبقى تشريعات تنظم امور الحياتيه بتاعه المواطن المصري. النهارده احنا كان واحده من المحافظات تبع حماه الوطن مكلفين ان احنا نعمل صالون ثقافي بنناقش فيه دور وسائل الاتصال الاجتماعي التواصل الاجتماعي في نشر الجريمة والعنف وخطورتها. الصالون دوان بيهدف لتوعية الشباب والمجتمع لخطورة وسائل التواصل الاجتماعي وازاي ان احنا نطلع بيه بتوصيات تشريعية وقانونية تحد من العنف دوان والسلوك العدواني اللي احنا بنلاقيه على وسائل التواصل الاجتماعي. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر توفر مقومات نجاح الانتخابات التشريعية التي تجرى غدا السبت داخل الأراضي التونسية. يأتي ذلك في ظل حالة الوعي التي يعيشها الشعب التونسي وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي. نحو انتخابات تشريعية ترسم ملامح برلمان الجمهورية الجديدة، تسير تونس في الخطوة الأخيرة من محطات خارطة الطريق نحو المستقبل. فالتونسيون يشاركون في الانتخابات البرلمانية الرابعة منذ 2011 من أجل إرساء مشروع الرئيس قيس سعيد لبناء جمهورية جديدة بعد تعليق عمل البرلمان ثم حله وحل الحكومة وإجراء استفتاء على الدستور الجديد في 25 من يوليو الماضي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن عدد الناخبين التونسيين بلغ 9 ملايين، وهو أكبر رقم مسجل منذ 2011 في انتخابات دعت التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لها لاختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب الجديد. ولضمان شفافية العملية الانتخابية انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العمل الدؤوب للتحضير للانتخابات التشريعية على جميع المحاور، ومنحت أكثر من 5000 بطاقة اعتماد لجمعيات ومنظمات ووسائل إعلام أجنبية ووطنية.
وخلال العملية الانتخابية يتنافس 1058 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 161 دائرة انتخابية، من بينها 120 امرأة فقط، ليحل بديلا عن البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد للإفلات من منظومة كرست للفساد. ووفقا للقانون فإن التصويت في الانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. كما أنه إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو ستنتهي قريبا من صياغة ردها النهائي على قرار الدول الغربية بوضع سقف لأسعار النفط. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر غروشكو إن فرض عقوبات جديدة على روسيا يقوض مصالح الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن روسيا تعمل على اتخاذ إجراءات جديدة لحماية مصالحها الاقتصادية. عصى العقوبات الأوروبية تتحرك مرة أخرى، حزمة جديدة من العقوبات تهدف إلى تكثيف الضغط على روسيا بسبب عملياتها العسكرية الجارية في أوكرانيا أقرها الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أيام من المداولات خلال اجتماع لسفراء الكتلة المكونة من 27 دولة، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن. وكانت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت منذ أيام فرض حظر سفر وتجميد أصول على حوالي 200 مسؤول وعسكري روسي آخرين في إطار جولة الإجراءات العقابية الجديدة، وشملت أهداف العقوبات الموصى بها وزراء في الحكومة ومشرعين وحكام مناطق وأحزاب سياسية. واشنطن حذت حذو الاتحاد وفرضت عقوبات مالية جديدة على فلاديمير بوتانين أحد أكبر الأثرياء الروس، حسب ما أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية. وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف روس بنك الذي اشتراه بوتانين هذا العام ومؤسسات مالية أخرى، وبرسالة مفادها لا تأثير لعقوباتكم الغربية على موسكو، رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا أن الرهانات أخفقت على انهيار اقتصاد روسيا بسبب العقوبات، وأن الروبل تحول إلى إحدى أقوى العملات في العالم هذا العام، مشيرا إلى أن موسكو قد عمدت إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى 70 مليار متر مكعب، وستعمل على توسيع تعاونها التجاري مع شركاء جدد بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين بصورة كبيرة لمواجهة العقوبات الغربية. وفي الوقت الذي تواصل فيه الدول الغربية زيادة عزلة روسيا عن الأسواق العالمية، تتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا دون رادع. قال متحدث باسم الإدارة العسكرية بالعاصمة الأوكرانية ميخايلو شاملوف أن الدفاعات الجوية قد أسقطت 60 صاروخا روسيا من أصل 76 صاروخا قادما في منطقة كييف. وأضاف المسؤول الأوكراني أن الهجوم الصاروخي هو واحد من الهجمات الروسية الكبرى، فيما ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أنها صدرت هجمات روسية بالقرب من 22 مستوطنة في إقليمين خلال 24 ساعة، من بين ذلك عدة مناطق في لوهانسك. أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية حالة الطوارئ عبر البلاد جراء خسائر فادحة تكبدها نظام الطاقة بسبب القصف الصاروخي الروسي. أوضحت شركة الكهرباء الأوكرانية أن الخسائر الناتجة عن القصف الروسي تقدر ب 50% من الطاقة المستهلكة. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق عن انقطاع الكهرباء في مناطق عدة بسبب الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية، إلى جانب توقف حركة المترو في العاصمة كييف والقطارات في بعض المناطق شرق البلاد. Дары проклятые!
السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري. رغم انتقادات تجارتها الجنوبية وواشنطن، بيونغ يانغ تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب ويسمح بإطلاق صواريخ باليستية. قال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية قد أظهرت علامات على الاستعداد لعرض عسكري آخر في بيونغ يانغ على ما يبدو فيما يتعلق بجدول سياسي رئيسي العام القادم. ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ قد أجرت اختبارا على محرك يعمل بالوقود الصلب على عالي الدفع يمكن أن يسمح بإطلاق أسرع الصواريخ الباليستية. أقرت الحكومة اليابانية مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني، ووصفت طوكيو النفوذ الصيني بأنه تحدي استراتيجي غير مسبوق لأمن الأرخبيل. من جانبها أعلنت الصين عبر سفارتها في طوكيو أنها تعرض بشدة تحديث الوثائق الرئيسية المتعلقة بالدفاع الياباني، وقالت السفارة الصينية إن تحرك اليابان ينحرف بشكل خطير عن الحقائق الأساسية ويثير التوترات والمواجهة الإقليمية. وفي السياق صرح البيت الأبيض أن السياسة الدفاعية الجديدة لليابان ستعزز وتحدث التحالف العسكري مع الولايات المتحدة. هذا وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية ومضاعفة الميزانية الخاصة بالدفاع السنوية برفعها من 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% بحلول عام 2027 وتحديث قدراتها العسكرية. قتل 7 أشخاص في إياكوتشو في جنوب بيرو خلال مواجهات بين جنود ومناصرين للرئيس المعزول بيدرو كاستيو، وذلك وفق ما أعلنته السلطات الصحية المحلية. قالت هيئة الصحة المحلية إن هذه المواجهات قد وقعت في نقاط مختلفة من المدينة. أدى اشتباك قرب مطار إياكوتشو إلى مقتل شخصين. هذا وقد أعلنت المحكمة العليا في بيرو أن رئيس كاستيو الموقوف بتهمة التمرد بعد محاولته حل البرلمان سيظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً. قتل 88 عنصرا إرهابيا من تنظيم القاعدة الإرهابي خلال عملية للجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمنطقة جيهي بإقليم شبيلي. وأعربت السلطات الصومالية عن امتنانها للسكان المحليين والشركاء الدوليين الذين ساهموا في هذه العملية الناجحة للقضاء على الإرهابيين. تسببت العواصف والأعاصير في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من الأمريكيين في 6 ولايات، وذلك بالإضافة إلى التسبب في حدوث دمار شديد بالعديد من المناطق. حذر خبراء الطقس من مخاطر استمرار تساقط الجليد في العديد من ولايات الساحل الشرقي، مشيرين إلى احتمال امتداد العواصف نحو الغرب الأوسط الأمريكي. ذكر الموقع الأمريكي لرصد حالات انقطاع الكهرباء أن التيار الكهربي قد انقطع عن حوالي 10,000 شخص في مناطق عديدة وذلك بولاية لويزيانا، مضيفا أنه تم أيضا رصد حالات انقطاع للكهرباء في عدة ولايات أخرى، وأن حوالي 60,000 شخص في ولاية ويسكونسن يعانون من انقطاع الكهرباء. قال مسؤولون إن 18 شخصا على الأقل من بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي أثناء نومهم في مخيم غير مرخص في ماليزيا. ووقع الانهيار الأرضي في ولاية سيلانغور على مشارف العاصمة كوالالمبور وتسبب في تدمير أحد التلال. يأتي ذلك فيما جففت فرق البحث العلمي الكثيف الطمي وقطعت الأشجار بحثا عن مفقودين.
قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الذي تساعد المنظمة في إدارته فارغ أو منخفض للغاية حاليا. يأتي ذلك بينما عاود المرض الظهور في شتى أنحاء العالم. وقال رئيس فريق مكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي في منظمة الصحة العالمية إنه تم تخصيص جميع اللقاحات التي أنتجت بالفعل، لذلك يجب انتظار الدفعة التالية التي هي قيد الإنتاج حتى يتمكنوا من تخصيصها. أعلنت وسائل إعلام محلية صينية وفاة شخصين في العاصمة بكين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك منذ إلغاء معظم سياسات مكافحة الجائحة في 7 ديسمبر الجاري. يأتي ذلك فيما وضعت الصين خططا عاجلة لحماية المجتمعات الريفية من فيروس كورونا في وقت يخطط فيه الملايين من سكان المدن السفر في العطلات لأول مرة منذ أعوام بعدما تخلت بكين عن نظامها الصارم من عمليات الإغلاق والقيود على السفر. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بشأن الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظات المنوفية والمنيا وبني سويف، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 24 من نوفمبر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مجالات الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة، مؤكدا ضرورة وأهمية تكثيف الأنشطة الفكرية والمعرفية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. أطلقت مؤسسة حياة كريمة 5 جلسات الحوار المجتمعي لكافة فئات المواطنين في قرى الريف بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية بدأتها المؤسسة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أقيمت الجلسة الحوارية بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، والتي سوف يتم البدء في العمل فيها قريبا ضمن مراكز المرحلة الثانية من المبادرة. ما حدث في القنطرة الشرق من بنية تحتية ومن مجمعات خدمية ومن شبكة كهرباء ومن جميع المبادرات الرئاسية اللي تمت على أرض الواقع في المرحلة الأولى، عشان نقول إن المرحلة الأولى تمت حتى الآن بنسبة إنجاز تعدت 95%. جايين النهاردة نسمع أهالينا إن شاء الله عشان هتبدأ المرحلة الثانية داخل مركز ومدينة القنطرة غرب، جايين نشوف مشاكل أهالينا في هذه القرية طبقا لتوجيهات وتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا نكون وسط أهلنا، ده الحوار المجتمعي 5 التي تقيمه حياة كريمة، جايين عشان نسمع، جايين عشان نشوف مشاكل الناس، عشان يتم عرض هذه المشاكل على القيادة السياسية، واللي هيشوفوه صح في المرحلة الثانية هيتم إدراجه، لأن صوت أهالينا قبل كده كان بيقولوا صوتنا ما بيوصلش، لا صوتكم بيوصل لمؤسسة الرئاسة. النهاردة حياة كريمة جاية تسمع مشاكلكم، جاية تشوف المشاكل وبتحطها في عين الاعتبار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قيام الحكومة بإصدار قرار برفع أسعار تذاكر حافلات هيئة النقل العام والنقل الجماعي. شدد المركز الإعلامي على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة. وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، إلى جانب التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظات والتعامل مع شكاوى المواطنين. وشددت الوزارة على ضرورة تأكيد الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من قيام سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية بسواء الجملة أو التجزئة بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه.
فضلا عن قيام الأجهزة المختصة بالتحفظ على السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، خاصة السلع الاستراتيجية. والآن نتحول إلى أهم أنباء الاقتصاد في نشرة السادسة. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا محمد وريهام، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أطلق رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والسفير الصيني بالقاهرة شعلة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية فايبر جلاس، بطاقة إنتاجية تبلغ 200,000 طن سنوياً بمصنع شركة جوتشي مصر بالسخنة. وخلال فعاليات مراسم التشغيل التجريبي، أكد جمال الدين حرص الهيئة الدائم على تقديم مختلف أوجه الدعم لشركاء النجاح من أصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين والمشغلين، مشيراً إلى تطلعه لزيارة الصين لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين. سجلت الأسهم الأوروبية خسارة أسبوعية بعد أن تعهدت بنوك مركزية كبرى برفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لمواجهة التضخم، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في شهر، مسجلا 427.96 نقطة، يتكبد خسارة أسبوعية قدرها نحو 2.4%. وشهد المؤشر أكبر نسبة تراجع في يوم واحد منذ مايو في الجلسة السابقة، بعد أن انضم البنك المركزي الأوروبي إلى الاحتياطي الفيدرالي في القول بأن التشدد في السياسة النقدية سيستمر رغم المخاطر التي يشكلها ذلك على الاقتصاد. اختتمت سوق الأسهم في الإمارات تداولات اليوم على ارتفاع، وواصل المؤشر الرئيسي في أبو ظبي تسجيل المكاسب للجلسة الثانية بعد تصحيحات شهدتها الأسعار مؤخرا. وصعد المؤشر الرئيسي في أبو ظبي 1.6% مسجلا أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ أواخر أكتوبر الماضي. وفي سوق دبي ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4% في تداولات متقلبة. أعلن نائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندري بيلاوسوف أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 سيكون في حدود 1%. وأشار المسؤول الروسي إلى أن مؤشر الفاعلية الاقتصادية في بلاده في وضع جيد جدا، حيث نما هذا المؤشر بالمقارنة مع الانهيار الذي وقع في أكتوبر الماضي. Форум уже он уже приобрел свое лицо. Есть несколько треков сессий круглого стола будут посвящены этим вопросам. Благо окружающая действительность дает нам богатый материал для размышлений, поисков, фантазий и так далее. Безусловно. Хотим وقفتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لريهام ومحمد، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى. انطلق اليوم أحد صواريخ شركة سبيس أكس من ولاية كاليفورنيا الأمريكية حاملا قمرا صناعيا أمريكيا فرنسيا مصمما لإجراء أول مسح عالمي للمسطحات المائية في كوكب الأرض. وهي مهمة من المتوقع أن تسلط ضوءا جديدا على آليات تغير المناخ وعواقبه.
القمر الصناعي مزود برادار موجات دقيقة بتقنية متقدمة لجمع قياسات عالية الجودة للمحيطات والبحيرات والخزانات المائية والأنهار في نحو 90% من الكرة الأرضية. بأخبارنا الرياضية نصل مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة، بقي نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يستقبل رئيس البنك الدولي بواشنطن ويؤكد اهتمامه بالتشاور مع قياداته لدعم جهود الحفاظ على مسار التنمية الشاملة بمصر. تونس تنتخب غدا برلمانها وتقترب من آخر خطواتها في مسار خارطة الطريق. رداً على العقوبات الغربية، الكرملين يتوعد برد نهائي على قرار وضع سقف لأسعار النفط ويؤكد أنه يقوض المصالح الأوروبية قبل الروسية. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين. إلى اللقاء.